يقول السائل: صليت بالناس بدون وضوء ناسيا، ولم أذكر إلا بعد تفرقهم، فما الواجب علي؟ صلاتهم صحيحة. إذا لم تعلم إلا بعد السلام، نسيت ولم تذكر إلا بعد السلام، أو صليت وأنت على غير طهارة وتحاسبك على طهارة وعلمت أنك ما أنت على طهارة بعد السلام، صلاتهم صحيحة، وأنت تتوضأ وتعيد الصلاة أنت وحدك فقط. نعم.